وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمي وزكريا الدهبي، ونحن بصفتنا مجموعة من الأشخاص الذين قمنا بالعمل على هذا المشروع، على هذا المشروع الذي هو عبارة عن لقد قمت بالعمل مع زملائي تحت على هذا التطبيق تحت إشراف جمعية أنا وأنت. فإني اسمي وزكريا الدهبي، قد عملنا على محتوى هذا الموضوع الذي هو عميق جدا حقيقة، وإن التدخين كما نعلم جميعا فإنه مضر للصحة، لهذا يجب علينا أن نبتعد عليه لأنه يهدد صحتنا ويضر مستوياتنا الاجتماعية والاقتصادية. وشكرا.